أهلا بكم في قناة روايات صوتية باللهجة المصرية 2، تقديم بسنت محمد. البداية: جميع الأزمنة في الفصول الأولى هي بتوقيت عالم الأرض. استيقظت طفلة ذو 7 أعوام على نأج الرياح المصاحب لأمطار شديدة. لامست قدميها الأرض وكفها يضم كف دميتها، ثم توجهت بفضول بالغ خارج غرفتها بخطوات أطراف أصابع قدمها الصغيرة، وهي تسمع صوت الرياح بإيقاع متناغم كأنها أنثى تدندن لطفلها لينام. وكلما اقتربت من تلك الغرفة في نهاية الرواق، زادت دندنة الرياح بصوت أعلى. لم تنتبه لإنغلاق الباب خلفها بسبب تعلق عينيها على تلك الكلمة المخطوطة بالدماء على الحائط. تهجأت الكلمة بذهول، ممتزج بالحيرة: انتريستا. وما أن أكملتها حتى تزلزل المنزل وبدأ الأثاث يتهاوى أرضا. ضمت دميتها لصدرها وهي تشحق بذعر وتنظر حولها تحاول استيعاب ما يحدث. سحبتها يد تضم رأسها الصغير. رفعت رأسها فوجدته والدها يهرول خارج المنزل، وبجوار والدتها تمسك بأغطية ثقيلة تناولتها بسرعة من أمامها وهي تجري. توجه والدها بقلق واضطراب باد على وجوههم نحو السيارة، فأسرع والدها يشغلها وينطلق بها في وسط الظلام والأمطار الشديدة. أمسكت والدتها بها وغطتها كي لا تمرض، حتى نطقت الفتاة: ماذا يحدث لمنزلنا؟ أين نذهب؟ حاولت والدتها إخفاء قلقها وقالت لها بوجه مبتسم: إيلان يا صغيرتي، سنذهب لمنزل جدك. تذكرت إيلان ما رأته منذ قليل لتقول: انتريستا، ماذا تعني؟ نظر والديها لبعضهم في خوف شديد، لم يستطيع إخفاءه حتى وصل إلى منزل جدها. الفصل الأول. والدي سينان. سرعان ما اختفت الابتسامة عن وجهها عندما لم تجده هناك. خرجت من الغرفة تبحث عنه حتى فوجئت به يجلس في شرفته يتأمل النجوم والأمطار الغزيرة. أبي، ماذا تفعل خارجنا؟ الجو بارد. قاطعهما صوت طرق باب قوي. توجهت مسرعة نحو تفتحه بهلع، فوجئت بأخيها وزوجته تحمل إيلان بين أحضانها نائمة. ادخلوا بسرعة. أجابها أخيها: رينا، أين والدي؟ قالت رينا في الداخل: استريحوا ريثما أدفئ المكان لكم. أغلقت خلفهم الباب وأخذت الطفلة النائمة لغرفتها. الجد سينان: إنها إيلان، أليس كذلك يا آدم؟ قال آدم: نعم، ولكنها ما زالت صغيرة. الجد سينان: يبدو أن هناك خطابا ما في انتريستا. قال آدم: حتى لو كانت انتريستا مقلوبة رأسا على عقب، أنا لن أرسل ابنتي ذو 7 أعوام إلى هناك. سمعت والدة إيلان حديثهم أثناء قدومها لهم، وبدأت تكهش بالبكاء وهي تقول: لقد قلتم بأن لعنة انتريستا ستأخذها أثناء إتمامها 18، لماذا ظهرت تلك الكلمة الآن؟ نظر لهما يطمئنهم: لا أظن أنهم سيأخذونها الآن، ربما هي إشارة لتحذيرها بأن ذهابها لهناك أثناء 18 لن تكون سهلة. أردف آدم بصوت منخفض يشوبه قلق: لقد رأيتها مكتوبة بالدماء. زوجة آدم بفزع: ماذا تعني بالدماء؟ قال الجد: يبدو أن هناك مجزرة بين. أكمل آدم بنفس النبرة: الإناميين والأوكونيين. قالت زوجة آدم بتذمر غاضبة: وهل ابنتي ستوقف الحرب مثلا؟ قال الجد: اللعنة مرافقة لسلالتنا كلما احتاجوا لأحد يستهدفوننا. من حظك يا بني نفذت منها، ولكن إيلان تم اختيارها. قال آدم: ولكن يا أبي، آخر فرد من عائلتنا ذهب إلى هناك. تلعثم قليلا فأكمل: قتل. نظرت والدة إيلان للجد بعدم فهم، تحثه على التوضيح. قال الجد: أنا لم أذهب قط إلى هناك، ولكن جدك يا آدم ذهب ولم يعد، لا يمكننا حتى القول بأنه قتل. قالت والدة إيلان بحزم: أنا سوف أخذ ابنتي للعيش مع والدتي أو سنسافر لا أدري. قاطعها صوت رينا من الخلف: تصرفك ليس سليم، حتى لو كانت إيلان بعيدة كل البعد، سوف تصلها كلمة انتريستا وسيتم أخذها. قبل 7 سنوات في عالم آخر يختلف كليا عن عالمنا هذا، يبدو أنهم في حقبة زمنية قديمة ما زال الظلم والاستعباد وقتل قوانينهم. عالم انتريستا ينقسم إلى شعبين: شعب أوكين وشعب أناما. رغم المحبة والصداقة القديمة التي كانت بينهم منذ عقود طويلة، إلا أنهم الآن من أشد الأعداء. السبب مجهول. نشأ الأناميون بعز ورفاهية كارهين الأوكانيين،
أما بالنسبة لأوكين فنشأ شعبها على فقر طاغي، منبوذين مشتتين، يقتلون بلا رحمة، جائعون متوحشون، ناهبون وقاتلون أيضا. شخص مرحبا. شخص آخر مرحبا أيها القائد رازم. رازم، ماذا يحدث؟ ما هذا الشغب؟ قال الجندي، أمسكنا بأوكين يحاول السرقة. عقد رازم حاجبيه وقال بصرامة، إذن لم يؤذي أحدهم. قال الجندي، لا يا سيدي، ولكنه قد يفعل، إنهم. قاطعه رازم بصرامته المعتادة، إذا ضعه في الحبس، لما تثيرون الفوضى؟ حتى تدخل ملك أنامة في نقاشهم. لا، القوه في بئر إنتريستا حتى يكون عبرة لشعبه. أنت ارسل بعض من حرس القصر لنشر خبر اجتماع أهل المدينة اليوم في وسط الباحة للقصر. قاوم الجندي برأسه وغادر جريا. رازم، ولكن يا سيدي. قاطعه، هل تريد أن تعرف ماذا سيكون نص القانون الجديد الذي سأضع اليوم؟ قاوم رازم رأسه إيجابا فأكمل الملك، إذن تأكد من حضورك الاجتماع الذي سيعقد اليوم. بعد أن أنهى رازم خدمته توجه هو وجيشه لباحة القصر كما أمروا أن يفعل. وقف بجانب الملك بشموخ وصرامة وهو ينتظر حديثه. أقاموا ذلك العرض الصغير بالتصفير وقرع الطبول دليلا على أهمية القرار الذي سيوضع اليوم. نهض من كرسي بغرور وقال، شعبي الحبيب، لن أطيل عليكم الكلام. في الواقع السنوات الأربع الماضية لم تمر بسلام على وطننا. كثيرا ما تمت سرقتنا من قبل الأوكانيين، حتى تلك القضايا عن الأوكانيين قد ازدادت بشكل هائل. قتل، نهب، اغتصاب، تعنيف، وليس ذلك فقط، منسوب المياه الخاص بنا يجف تدريجيا، لن نستطيع البقاء على قيد الحياة إذا بقى الحال هكذا. بدأت شهقات الخوف تصدر من الآناميون المستمعين لحديث الملك فأكمل، لهذا قانون الإعدام بحق الأوكينيين سيقام لأي جريمة سيفتعلها الأوكانيين، ومن الآن فصاعد لن تطأ أقدامهم أرضنا مرة أخرى، سيخرجون جميعهم اليوم قبل حلول فجر الغد إلى السجون المخصصة لهم، وإذ بقى واحد منهم سيعدم. الإعدام عن طريق إلقائهم في بئر إنتريستا، أو بلغة أخرى يقدموهم كقربان، حسب اعتقادهم فهو بئر عميق يعيش فيه روح وحش أسطوري يتغذى على دماء الأوكانيين حتى تبقى مدينة إنتريستا تضج بالماء. ما أن يتوقف ذلك الوحش عن التهام الأوكانيين فإن المدينة سيجف ماؤها لتصبح سهلة الغزو والتدمير. انتفض رازم من مكانه وكأن جبلا من الحديد سقط على رأسه، ولكنه تمالك نفسه ولم يبدي أي تعبير. عاد رازم إلى منزله شاردا، وحوله يخرج الأوكانيين العبيد من منازل الإناميون بذل كبير حتى يمر عليهم الجنود يأخذونهم كحيوانات لا قيمة لها. إنه الذل بعينه، ولكن كيف سيفعلها هو؟ دخل إلى بيته، كان هادئا جدا، الإنارة كانت خفيفة. التف ببصره ينظر حوله، أين هي؟ هل أخذوها أيضا؟ مستحيل. ارتج كيانه وهو يقلب كالمجنون حوله حتى جاءت من خلفه تحتضن وهي تبكي. رازم، حمدا لله أنت هنا، أجابته، لا أريد الابتعاد أيضا. انتبه لها وهي تبكي بشدة وتحمل بيدها حذاء طفل رضيع ليردف هو، أنا قائد الأعلى، سأمرهم بعدم تفتيش منزلي. قالت، ولكن الحاكم لن يمررها لك. قطب حاجبيه بحزن، إنها محقة، ولكن أجابه، لا تقلقي، ستكونين والطفل بأمان، والآن اذهبي واستريحي وسأجد حلا قريبا. قالت، أنت أنامي وأنا أوكانية وطفلي سينسب لي لأنه يحمل من دماء شعبي، أرجوك فقط انقذ طفلنا. قال مداعبا لها لتتوقف عن هذا الكلام، كان اليوم متعبا بحق، أنا جائع، ماذا ستحضر عزيزتي للعشاء؟ ضرب جبينه وهو يتصنع الألم، نسيت عليك بالراحة، سأحضر أنا العشاء. بقيت تراقب من نافذتها الأوكانيين وهم يهانون بطرق مبتذلة، متى ستنتهي تلك العداوة ويتحدون مرة أخرى؟ اتكأت بثوبها الجميل الذي برز بعض مفاتنها وشعرها المنسدل الأنيق وتلك الخصلة البيضاء في شعرها التي تميز بها شعبها، حتى لفت انتباهها تلك المناوشة التي افتعلها أحد الجنود بعد أن دفع عجوز أوكانية بقوة جعلتها تسقط على الأرض متألمة وهو ينهرها لتقف وتصعد العربة. ولكن شباب الأوكين لن يمرروا هذا بسلام، ليلكم أوكيني أحد الجنود وهو يدفعه بعيدا عن العجوز. بدأ الإناميون بضرب الرجال،
الأطفال، العجزة والنساء ليدخلوا بقوة لأنهم أوكانيين فقط. افتعلت تلك المشاجرة الكبيرة حتى استدعى الأمر إلى تحويل الشارع إلى ساحة قتل. شهقت بخوف وهي ترى السيوف ملوحة على أعناق الأوكانيين صغيرهم أم كبيرهم كان، حتى رأت بعض من الجنود يدخلون منزلها أيضا. مرت دقائق قليلة حتى دلفوا إلى غرفتها وأخذوا يجرونها بعد أن رأوا تلك الخصلة البيضاء على شعرها. أوقفهم صراخ رازم فيهم وهو يتملكه الغضب: توقفوا، اتركوها. توقف الجنود بعد أن رأوا شارته العسكرية فألقوا له التحية وأكملوا طريقهم يسحبونها بقسوة وهم يقولون: لقد صدرت الأوامر، لابد أنك تعرف ذلك جيدا. رازم وهو يتصنع عذرا: كنت أنوي أخذها بنفسي، أين ستأخذونها؟ قال الجندي: لا يحق لنا أن نبوح بذلك. نظرت إليه بنظرات خائفة مضطربة وهي تضع كلتا أصابعها على بطنها، وما أن خرجت وركبت تلك العربة تخبط غاضبا يحطم أي شيء يعيق نظره. حازم قراره ووضع ذلك الوشاح الأسود الطويل على رأسه يخفي بها ملامحه، معلق سيفه على خاصرته، امتطى حصانه الأسود وذهب يتبع تلك العربات التي أخذت أحدهما امرأة الحامل بطفله. كانت تجلس في إحدى زوايا العربة يلفحها البرد القارس وهي تحتضن بطنها وتبكي بشدة. اقتربت منها عجوز وهي تلبسها المعطف التي كانت ترتديه: خذيه يا صغيرتي. أجابتها: شكرا. قالت العجوز: ما هو اسمك؟ أجابتها: ليس لدي اسم، ولكنه أعطاني واحد بعد أن اعتنى بي، أدعى إيون. قالت العجوز: أنامي. أومت رأسها بالإيجاب. قالت العجوز: مستحيل، هل ما زال أحدهم يملك ذرة رحمة تجاهنا؟ لا أظن ذلك يا عزيزتي، إنه يلهو فقط. قاطعتها إيون: لا، هو لن يترك طفلنا يموت. قالت العجوز: أنا أأمل ذلك، ولكن لا تضعفي، ابقي قوية. سمع جميع من كان بالعربة صوت دوي الأسلحة وتخبطها ببعض. ماذا يحدث؟ هل انقلب الأوكانيين على الجنود مرة أخرى؟ اختلست النظر من إحدى الشقوق بجانبها لترى يقاتل الجنود وهو يمتطي الحصان. أشاحت بنظرها نحو العجوز وعيناها غارقة بالدموع: إنه هنا. فتح باب العربة وكان يتفحص الركاب بعينيه باحثا عنها، فأردف هامسا بغضب: إنها ليست هنا. توجه لعربة أخرى بسرعة يبحث عن امرأته، وما أن فتح الباب حتى ألقت بجسدها تعانق وهي تبكي: أنت هنا. رازم، سأحميكما، تعالي سنذهب لمكان آمن. سحبها من يدها وتوجه نحو حصان ويريد الانطلاق به، ولكن نظرات الأطفال العاجزة أوقفته. بعد أن تناهت بقوة صرخ فيهم قائلا لشباب الأوكين ذو البنية القوية نسبيا: أنتم امتطوا العربات والحقوا بي. توجه بعينيه للنساء والأطفال والعجزة: وأنتم اركبوا العربات بسرعة، لا نملك وقت، قد يأتي الدعم في أي لحظة. انتبهت إيون لصوت المتألم: هل أنت بخير؟ نعم، لا تقلقي، إنها فقط بضعة جروح. ساروا تقريبا مسافة لا بأس بها واختبأوا خلف الجبال المقابلة لسور انتريستا، فكان رازم متيقن أن الجنود لا يذهبون لهنا، فهو أأمن مكان للأوكانيين منهم. توقف لثوان عدة يلتقطون أنفسهم، ولكن ما أن هبط عن حصانه حتى سقط على الأرض متألما. نزلت إيون من فوق الحصان وهي تزيل الملابس عن مصدر الدماء كتفه لتتفاجأ بتحول جلده المحيط بالجرح للون الأسود. إيون بفزع: لقد طعنت بسهم مسموم. أمسك رازم بوجهها وقبلها ثم أردف قائلا: اهتمي بطفلنا، كوني قوية. أغمض عينيه وهو يضع يده على بطنها ويشعر بضربات الطفل. صرخت إيون تستغيث من أحد: أرجوكم استيقظ، يجب أن تكون حاضر لرؤيته، ساعدوني. تقدم أحدهم بسرعة وهو يضع يده على رقبته يتفحص بها نبضه، حتى رفع رأسه لإيون بحزن: لقد فارق الحياة. التسجيل الصوتي خاص بقناة روايات صوتية باللهجة المصرية 2. الفصل الثاني. مضت 11 عاما بسرعة كبيرة، فقد أنهت إيلان دراستها الثانوية حاصرة على معدل عال، وجدها ووالدها لا يتوقفان عن تكرار تلك الأسئلة انتريست كأنها جزء من روتينها اليوم. في الحقيقة لقد بدأت تصدق تلك الحكاية، ولكن في لحظات تشعر بأنها مختلفة. هل حقا هناك عالم آخر ملعون يسمى انتريستا وسيأخذني له؟ قهقهت بسخرية وهي تنظر لنفسها في المرآة، حتى قطع شروطها صوت أمها تناديها على الإفطار، حيث يجري ذلك الحوار مدة ساعة تقريبا يوميا.
رتبت غرفتها بسرعة وذهبت حيث والدتها تنتظرها. قال الجد سينان باضطراب بادي على وجهه: اقترب موعد ذهابك لهناك، بقى أسبوع واحد فقط. قالت إيلان وهي تتململ من جديتهم الشديدة: حسنا. قبل أن تبدأ والدتها بتكرار تلك الأسئلة الروتينية، قاطعتها تردد الأجوبة التي حفظتها عن ظهر قلب بتململ وسرعة: سأبتعد عن ذلك الشعب المسمى بأوكين، وسأبقى ملازمة لشعب أناما، ومهما يحدث أنا في صف شعب الأناما، لأن أوكين شعب قاتل ينهب ما أمامه، لهذا يجب ألا أنخدع بهم. والدتها: أردفت إيلان بسرعة: وسأحاول الابتعاد عن المشاكل حتى أعود سالمة، وإذا تعرضت لموقف خطير سأستعمل تلك الحركات القتالية التي علمني إياها أبي وجدي، وسأبقى متوارية عن أنظار الأوكانيين حتى تظهر تلك الكلمة مجددا، وسأبقى تحتكن في حماية الأنامة وأعود إليكم. نظرت لي والدتي بحزم لأكمل، ولن أثق بالغرباء، وسأكون حذرة حتى أعرف مهمتي وأنجزها. ولكن أمي، ماذا لو كانت أنتريستا تطلبني لإنقاذها من شيء خطير؟ ماذا لو احتاج الوضع أن أضع نفسي في خطر لمساعدتها؟ قاطعتها والدتها صارخة بذعر: إذا تجاهليها، إنها لعنة، دعي أحد آخر ينفذها. قد انتبهت لخوف والدتها وأن عليها التراجع حتى لا ينتهي النقاش بطريقة غير جيدة، فقالت ملطفة الجو مصطنعة بابتسامة: طبعا سأفعل. مرت 5 أيام وعائلتي لم تذق طعم النوم، فلقد أخفي عني ظهور كلمة انتريستا بشكل مستمر في أجزاء المنزل مكتوبة بالدماء خلال تلك الأيام الماضية. كنت مستلقية على سريري أنظر لسقف غرفتي بشرود تام حتى ظهرت كلمة فيه. إنها انتريستا نفسها التي رأيتها بصغري تماما مخطوطة بالدماء. نهضت بسرعة أنادي على والدي حتى أغلق الباب فجأة أمامي. حاولت فتحه لكنه كان كأنه جزء من الحائط. سقطت على ركبتي ويدي تحرقني بشدة. شدني شعور غريب أنه الآن موعد ذهابي، ولكن ما يزال هناك 2 باقين لأتم عامي 18. أنا لم أستعد كليا. بدأ نفسي يضيق كأن الهواء في غرفتي قد أعدم. تذكرت كلام جدي حين أخبرني قبل سنوات عن ظهور الكلمة وما يصاحبها من أثار كالتي تحدث معي الآن. حسن، سأفعلها. نظرت ليدي لأقول تلك الكلمة التي ستغير حياتي للأسوأ أو للأفضل. أنا لا أعرف. ديجور. أغمضت عيني حين قلت تلك الكلمة وأنا أسترد أنفاسي مرة أخرى. في أوكين. كانت أوكين تنعم بحياة هادئة في هذا الوقت بسبب تواريها عن أنظار أناما وموقعها المخفي بين الجبال. عاشت إيون وشعبها في تلك المنطقة منذ توفى السيد رازن، وأقاموا له تمثال كبير في وسط المدينة. كانت بدائية بعض الشيء، المنازل، المتاجر، المعابد، ولكن بعد مرور 11 عاما كانت قد تحولت للوحة فنية برع الأوكانيين في بنائها. أجمعوا جميعهم على اتخاذ السيدة إيون ملكة لهم، فبسبب زوجها قد أصبح لهم موطن لا يذلون فيه، وبسبب ولادة ابنها ملاذ بشعر ذو لون غامق لا يحتوي خصلة بيضاء، ساعد هذا على إخفاء هويته كأوكيني والتسلل لإنتريستا كتاجر لإحضار ما لا يتوفر لديهم. قال ملاذ: ولكن يا أمي. الملكة إيون: توقف عن هذا ملاذ، لا يمكنك الذهاب لهناك، هل سمعتني؟ قال ملاذ: ما زال بعض من شعبنا يعاني هناك، أرجوك فقط. صفعته على وجهه: لا تناقشني بعد الآن، أنت ممنوع من الذهاب إلى هناك. تجاهل صفعتها وأكمل: الأنام الآن في أضعف حالتهم، يمكننا تحرير شعبنا من الأسر. خرجت إيون وأغلقت خلفها الباب معلنة عن انتهاء الحديث وعدم تغيير قرارها. صرخ حتى تسمعه: هل تظنين حبسي هنا سيمنعني من المغادرة؟ ألقى نفسه على سريره يتذمر: حسنا، لا بأس، فلتفعلي ما تريدين، سأذهب الآن هناك ولن أعود حتى أكون منتصرا. لم أعلم وقتها أن أكبر معركة حقا سأخوضها ستكون الحب. أخذ ما يحتاج وقفز من شرفة غرفته، فكان قد اعتاد على الهروب خلسة منذ نعومة أظافره. حرر فرسه المفضل وامتطى متوجها لإنتريستا تحت ستار الليلة الدامس. في قصر كبير في مدينة إنتريستا أمسك الملك أورك أحد سحرته من ياقة ملابسه: ألم تقل أن بشري سيأتي اليوم؟ نعم يا جلالتك، ولكن اليوم لم ينتهي بعد، فقط لننتظر حتى بزوغ الشمس أرجوك. قال الملك أورك: إذ لم يكن البشري هنا فسأعدمك لدجلك علي. قاطعهم قدوم أحد الجنود وهو يلهث من الركض: إن البشري هنا.
تنفس الساحر الصعداء بعد أن كان قلبه سيتوقف رعبا. خرج الملك أورك برفقة الجندي. هل جهزت ما أمرتك به؟ نعم سيدي، نحن فقط بانتظار الفتاة لتستيقظ. الملك أورك، فتاة؟ هل تمزح معي؟ لا أقصد المزاح سيدي، ولكنها الحقيقة. كتم أورك غيظه وأكمل طريقه مع الجندي. أما عند إيلان، استيقظت في غرفة ذات تراث قديم جدا، وحولي العديد من النساء والرجال يرتدون ملابس تشبه تلك الملابس في القرن السادس عشر. سألتهم هل أنا في إنتريستا؟ جاءني الرد من رجل يبدو في نهاية الثلاثينات، قوي البنية. عرفته من ملابسه، لابد أنه ذو مرتبة عالية هنا. مرحبا بك في إنتريستا، أنا الحاكم هنا، أنت الآن بين حمايتنا، يمكنك التجول والأكل بيننا كما تشائين. قومت برأسي مبتسمة له. الاحتفال هنا وهناك، ووليمة كبيرة تتوسط به القصر. شعرت كأني أميرة في إحدى تلك الأفلام التاريخية. جمال ما أراه الآن لا يمكن وصفه. أردف الملك أورك بصوت عالي، لنبدأ الرقص. أماد رأسه نحو إيلان وأكمل بصوت مسموع لها فقط، هذا حفل ترحيب بك، ولكن ابتداء من الغد سيتم تعريفك وتدريبك لمهامك. قومت إيلان رأسها بتفهم. بعد عدة ساعات كانت إيلان واقفة على إحدى شرف القصر تنظر للبحر الهادئ شديد السواد وهي تتنهد، حتى قالت الأمر ليس سيئا كما ظننت يا أمي. قطع أفكارها رؤية فتاة تقفز من فوق السور إلى البحر. ظلت تراقب إيلان الماء بحذر. الفتاة لم تخرج بعد. صرخت تطلب النجدة ولكن يبدو الجميع مشغول. قالت إيلان هل من أحد؟ هناك فتاة ستموت. توجهت لنفس المكان التي قفزت منه الفتاة وأخذت نفسا عميقا وهي تنظر للماء. إيلان لا بأس، لقد فزت بميداليات عديدة في السباحة، أنا أستطيع فعلها. خلعت حذاءها وحبست أنفاسها وقفزت خلفها مباشرة، ولكن من يعلم أن هذا كان أكثر قرار متهور تتخذه في حياتها. عندما فتحت إيلان عيناها وهي في عمق الماء، لقد كانت تصارع الموت. البحر ليس هو نفسه في عالمها، البحر هنا يسود ظلام شديد لا ترى نهايته من بدايته، خالي من أي جماد هنا يشبه الفضاء. بدأت تفقد وعيها تدريجيا حتى شعرت بشيء يدفعها نحو السطح الذي لا تستطيع رؤيته. جاءها صوت يعاتبها على قفزها من الحافة. قالت الفتاة لماذا فعلت هذا؟ استعادت إيلان وعيها وهي تسعى لتجيبها، ألم تسمعيني؟ لقد ناديتك. مهلا، لماذا حاولت الانتحار؟ أجابت الفتاة مندهشة، انتحار؟ إيلان بهمس مسموع، ألم تكوني تنوي الانتحار؟ ضحكت الفتاة وهي تتمدد بجانبها، الشخص الوحيد الذي ألقى نفسه للموت أنت وليس أنا. نظرت لها إيلان بعدم فهم تحثها على الإكمال، فأكملت الفتاة، هذا يا عزيزتي ما يميز شعبنا. همست إيلان، ماذا تقول هذه؟ هل أخبرني جدي عن هذا؟ لاحظت الفتاة علامات عدم الفهم على وجه إيلان فأكملت، الأنامة يستطيعون حبس أنفاسهم لساعات تحت الماء ويمكننا التحرك بسرعة كبيرة. ببساطة الماء يعتبر موطننا الثاني أيتها البشرية. قومت لها بفهم تحاول أن تستذكر تلك المعلومة لعلها نستها، ثم أجابتها مغيرة لموضوع الحديث، أدعى إيلان وأنت مرجانة ابنة كومان قائد جيش الأنامة. قالت إيلان هذا يعني أننا سنلتقي كثيرا. مرجانة بالطبع لا تعرفي مدى حماسي بحصول اليوم على صديقة. إيلان ألا تملكين أصدقاء هنا؟ لا يوجد فتيات هنا بالأصل غيري، فأنا الوحيدة التي تطوعت للمشاركة في الحرب. همت مرجانة بالوقوف لتكمل، سأذهب الآن، أنت تعرفين أين غرفتك صحيح؟ قومت إيلان رأسها، نعم مرجانة، إذن أراك لاحقا. مضى اليوم وأشرقت شمس يوم جديد بنسمات خفيفة عذبة. لأول مرة في حياتها تستيقظ بهذا الشكل، بهذا الشعور، بالأخص عقلها صافي مثل صفاء البحر، جسدها مليء بالنشاط والحركة. قاطعها دخول إحدى خادمات القصر بطاولة كبيرة متنقلة محملة بجميع أنواع الفطور التي تخطر على بالك. قالت إيلان هل هذا كله لي؟ الخادمة نعم سيدتي، ولكن أنا بالعادة أتجنب الفطور، تكفيني تفاحة واحدة، كيف سأكل هذا كله؟ ابتسمت الخادمة وأردفت قبل أن تذهب، يقول لك جلالته بأن بعد الظهر سيبدأ أول تدريب لك. ابتسمت لها إيلان وهي تشاهدها تخرج وقالت بصوت عالي، حسنا سأفعل. أخذت إيلان حقيبة متوسطة الحجم وبدأت تلف الطعام وتضع فيها حتى امتلأت.
تناول التفاحة تكتفي بتناولها على الإفطار. خرجت من القصر وتوجهت لقلب المدينة لتردف وهي تتفحص المدينة، تلك الأعمدة وتلك الثياب، لا أظن ولو 1% أن هناك أحد يحتاج للطعام هنا. جلست على إحدى المقاعد المزخرفة في الطريق، تشعر بشعور جميل بأنه لا يوجد مشردين هنا كما في عالمها، وبنفس الوقت لا تريد رمي الطعام بهذه الطريقة. فتحت حقيبتها وتناولت فطيرة ذات رائحة شهية أعجبتها لتهم بتناول أول قطمة. قطع هدوءها طفل صغير ينظر للفطيرة بيدها بتلذذ، إيلان هل تريدها؟ لم يجيب الطفل واكتفى بتعليق نظره على تلك القطعة. انتبه لنظرات إيلان نحوه وتردد بخطواته يريد الهروب. توجهت بسرعة أمام الطفل ومدتها له، لدي الكثير ولا أحب التناول وحدي، هل تريد أن نتقاسم؟ هز الطفل رأسه بتردد. قالت إيلان حسنا تفضل هذه. وضعت يدها تربط على شعره، ولكن الطفل ألقى ما في يده على الأرض وبدأ بالركض. أردفت إيلان وهي تركض خلفه، انتظر أنا. لم ينتبه الطفل لحفرة الماء التي أمامه وتعثر ساقطا داخلها. صرخت إيلان صرخة استنجاد وهرعت بسرعة للقفز داخل الماء، لكن أوقفتها يد بسحبها للخلف وتوجه ذلك الشخص لإنقاذ الطفل. أخرج الطفل وهو يحتضن بين يديه ويهمس بأذنه، ماذا تفعل هنا؟ توجهت إيلان ومعلم الراحة ارتسمت فوق ابتسامتها، أشكرك حقا. لم يعيرها ذلك الشخص أي اهتمام وأدار ظهره بنية الرحيل مع الطفل. إيلان مهلا، هل تعرف هذا الطفل؟ أكمل طريقه كأنها غير موجودة، فلحقت به واعترضت طريقه بدفعه، دعني أتكلم مع هذا الطفل، هل أنت حقا أحد من أهله؟ الشخص بتجهم، أكملي طريقك. غضبت إيلان من طريقة رده فسحبت الطفل من بين يده وهي تكلمه، هيا أريني وجهك، أريد فقط التأكد من أنك بخير. دفعها الشخص مبعدا إياها عن الطفل، لا شأن لك به، اذهبي. في تلك اللحظة أظهر الطفل وجهه بينما كان منغمسا بملابس ذلك الرجل، لا تؤذيها يا سيدي. حمل ذلك الشخص الطفل وأخفى وجهه بتوتر وهم بالهرولة مبتعدا. لم تتحرك إيلان من مكانها، فقد اكتفت بالبقاء على حالها مصدومة. وعندما رأت خصلة الشعر البيضاء في شعر الطفل، هل كان أوكيني؟ دخل ملاذ إلى المنزل يملكه في أنامة بعد هرولة قصيرة وهو يحمل الطفل بين ذراعيه. ملاذ، ما الذي فعلته؟ أعتذر يا سيدي، ولكنها لم تبدو خطيرة. ملاذ بغضب، جميعهم هنا يبغضوننا. لم يتحدث الطفل بحرف واكتفى بالنظر لملاذ بذعر. ملاذ، كيف جئت إلى هنا؟ صمت الطفل. ملاذ بنظرة متجهمة. استسلم الطفل لنظرات ملاذ فأجاب، أعيش مع والدتي هنا. هم ملاذ بالوقوف بنية الرحيل، خذني إليهم الآن. جلس الطفل على ركبتيه يقبل أقدام ملاذ، أرجوك اعفو عنه، أرجوك يا سيدي. جلس ملاذ على قدمه وابتسم ابتسامة خفيفة وقال بهدوء، لا تقلق، فأنا أيضا واحد منكم. الطفل حقا؟ آوم ملاذ برأسه بالموافقة. الطفل، أنا لا أصدقك، لا تملك خصلة بيضاء. قال ملاذ، أدعى ملاذ، أنا الأمير ابن الملكة أيون ملكة أوكين، هل سمعتم بنا؟ وضع طفل يده على فمه بعد شهق، إذن ذلك الرجل كان محق، وهناك مملكة للأوكانيين لنا. قال ملاذ، أنتم تعلمون بأمرنا، إذن لماذا لم تأتوا؟ قال الطفل، أدعى إدرم، نحن من أقل الذين نجوا هنا، حاول والدي وبعض من رجالنا البحث عن مملكتكم، ولكن تم أسرهم من قبل الإناميين وتم رميهم في بئر إنتريستا، لهذا لم يجرؤ أحدنا بالبحث عنكم. ملاذ، عقلك حكيم بالرغم من صغر سنك، إدرم اتبعني. كان إدرم سريع الخطى مما زاد من دهشة ملاذ وهو يتبعه. وصل لمكان بين أشجار الغابة الكثيف. ملاذ، لا يوجد أحد هنا. أشار إدرم لصخرة كبيرة فأزاحها ملاذ ليجد نفق كبير تحته. دخل الاثنان، وما أن عبروا تلك الفتحة الضيقة في نهاية النفق وجدوا قاعة كبيرة مليئة بالغرف الكبيرة كأنها مملكة كاملة تحت الأرض. إدرم، لا تقلقوا جميعا فلتخرجوا. لم يستجيب أحد. أمسك ملاذ بيد إدرم، هل أنت واثق أنهم هنا؟ قبل أن يرد إدرم توجه سيف نحو رقبة ملاذ. التسجيل الصوتي خاص بقناة روايات صوتية باللهجة المصرية 2. الفصل الثالث. إدرم، أمي، توقفي. ملاذ وهو يلتفت ببطء نحوها، أنا لست بعدو. المرأة، إدرم ابتعد عنه. صرخ إدرم، إنه الأمير، أمير مملكة أوكين.
أزاحت المرأة السيف عن عنقه بسرعة وخرج الجميع من ملجأهم. ما أدهش ملاذ هو عددهم الكبير. المرأة: هل جئت على علم بأننا هنا؟ قال ملاذ: لقد جئت بغرض تحرير الأسرى منا ونقلهم إلى مملكة أوكين لتلقي العلاج. المرأة وهي تنزل رأسها للأسفل: لم يتبقى أحد في الأسر، كلهم تم إعدامهم. ملاذ بتعجب: ماذا؟ قالت المرأة: نحن الوحيدون المتبقون على قيد الحياة، أو هذا ما أعلم. في مملكة أوكين كانت إيون تمشي ذهابا وإيابا في بهو قصرها حتى لمحت الجندي قادم من البوابة. إيون: هل وجدتموه؟ لا سيدتي، ولكن فرسه أيضا غير موجود. ذلك الفتى يسعى لقتل نفسه بنفسه، بحق الجحيم بماذا يفكر؟ قال الجندي: لا تقلقي كثيرا يا سيدتي، دائما ما يفعلها سيأتي عاجلا أم آجلا. إيون: أنت لا تفهم، ذلك الأحمق في آخر محادثة لنا كان ينوي تحرير أسرى الأوكين من السجون، ليس فقط إحضار ما يلزمنا من بضاعة، سيتسبب هذا الفتى في ثورة كبيرة. قال الجندي: ماذا تقترحين أن نفعل إذن؟ إيون: ستحل مؤقتا مكان ملاذ كقائد جيش، وأريد كل رجل في أوكين مدرب. نظرت إيون بشرود للأرض وأكملت: يبدو أننا سنخوض أول حرب لنا منذ عقود. قاوم الجندي برأسه احتراما: أوامر جلالتك. إيون: هل وردك أي أخبار عن جاسوسنا في إنتريستا؟ في ذات الوقت كانت إيلان قد ذهبت للقصر لتبدأ أول تدريب لها. كومان قائد الجيش: هل تجيدين المبارزة؟ ليس تماما سيدي، ولكني أمضيت السنوات السابقة بالتدريب على إلقاء السهام، تصويبي دقيق جدا ونادرا ما أخطئ. كومان: سنرى ذلك، اتبعيني. تبعته إيلان وهي تنظر حولها إلى كل الرجال ذو البنية القوية يتدربون بشراسة، حتى وصلوا إلى قاعة كبيرة تتوسطها أعمدة متفاوتة في الحجم والطول، ولكن الغريب أنها تكاد تسمع فيها صوت صدى أنفاسها. قائد كومان، ابتداء من فجر الغد ستكون أول دروسك هنا، حيث ستتدربين على التسلل بخفة دون أن يشعر بك أحد. نظرت إيلان حولها وهي متعجبة بسبب قدرتها على سماع كل حركتها البسيطة حتى رمش عينيها، فكيف ستستطيع أن تتسلل بخفة هنا؟ أجابته وإذ تم الإمساك بي أثناء التدريب، قائد كومان، هنا سنذهب للدرس الثاني وهو المواجهة أو الهروب، وستختارين أحدهما فقط في كل مرة بشرط ألا يتم الإمساك بك مرة أخرى أو ستواجهين الموت. إيلان، هل هناك أي قواعد يجب أن ألتزم بها؟ قائد كومان، لا يوجد قواعد في الحرب سوى قاعدة واحدة، إما أن تعود منتصرا أو ميتا. قاومت إيلان رأسها بثقة فأشار لها كومان أن تتبعه. وصلوا إلى مكان خارج جدران القصر. قائد كومان، ساحة المبارزة ورمي السهام، ستتدربين في المساء هنا حتى نزيد من تركيز بصرك وحواسك الأخرى أثناء القتال تحت ضوء الليل. إيلان، هل ستكون مرجانة تتدرب هنا أيضا؟ قائد كومان بتعجب، هل التقيت بمرجانة؟ قاومت إيلان رأسها بالإيجاب ليكمل قائد كومان، مرجانة ستساعدك في التدريب، فهي تبدو كفتاة رقيقة ولطيفة من الخارج، ولكنها أثناء القتال فهي تكون بلا رحمة وقاسية. بسبب مهارتها العالية في القتال قد قبلت كأول فتاة تنضم للجيش. أذكر ذلك حينما كانت طفلة صغيرة، كانت تهرب من المنزل وتأتي فقط لتشاهدني أتدرب مع الجنود خلسة. ابتسمت إيلان لرؤية والد مرجانة يفتخر بها هكذا. قائد كومان، سنذهب الآن لآخر مكان يجب عليك معرفته لهذا اليوم، بئر إنتريستا. نظرت له إيلان وهي تتذكر حديث جدها عن هذا البئر. لقد تذكرته إنه ذاك البئر الذي يتم إعدام الأوكانيين فيه حتى لا تجف مياه إنتريستا، فالإناميون لا يستطيعون العيش في البيئات الجافة. ما أن وصلوا إليه حتى أردف قائد كومان، إنه كقلب نابض لمملكتنا. نظرت إيلان حولها وحول المياه شبه المعدومة هنا، هل تعاني إنتريستا من خط؟ لماذا المياه هنا جافة بينما في المناطق الأخرى المياه موجودة؟ قائد كومان، هذا بالضبط سبب قدومك، لم نخبر الشعب بأنها مسألة وقت حتى نكون في خطر الإبادة. إيلان بقلق، هل هناك حل؟ قائد كومان، لقد وصلت لنا أخبار لا نعلم مدى صحتها بأن الأوكانيين اتخذوا لأنفسهم مكانا يختبئون فيه. إيلان، ألن يشكلوا تهديدا على مملكة أناما والممالك الأخرى؟ قاوم كومان رأسه بنظرة صارمة تحمل معنى القلق، ثم أدار رأسه، اليوم ستكون مهمتك مراقبة تدريب الجيش وأخذ ملاحظات عنه.
في غرفة كبيرة مضاءة فقط بالشموع، كان ملاذ يجلس مع عدة رجال ووالدة أدريم راشين بينهم. ملاذ، عددنا كبير وانتقلنا مرة واحدة لمملكة أوكين سيجلب انتباه جيوش الأنامة، علينا تقسيم أنفسنا والذهاب كدفعات متفرقة. راشين، سنخرج الأطفال أولا، ولكن نحتاج خطة فنحلو لن نخاطر بهم. قاطعهم رجل وهو يقترب منهم، اعتذر على مقاطعتك سيدي، ولكني أحمل أخبار لك. نظر له ملاذ بتمعن قبل أن يجيبه بالموافقة. أخرج الرجل شارة من جيبه تحمل وسم مملكة الأوكين. ملاذ، أنت ضمن الجنود في جيشي، ولكني لم أراك من قبل، من أنت؟ قال الرجل، اسمي برقان، أرسلت قبل فترة ليست بقصيرة إلى مهمة تفقدية بحثا عن شعبنا حسب أوامر الملكة أيون. ملاذ، لماذا لم تعود أدراجك فورا؟ برقان، أثناء مغادرتي رأيت قصري يعج بالاحتفالات والموسيقى مما أثار ريبتي، إنه ليس احتفالات عادية بل هو ترحيب بمحارب جاء من منطقة بعيدة يسمونهم بالبشر. ملاذ، هل يشكل تهديدا علينا؟ برقان، أنا لا أعلم حاليا سيدي لأن هذا حدث البارحة، ولكن أعدك سأحاول جمع معلومات عنه في أقرب وقت. ملاذ، لا، لدي خطة أخرى أريد منك أن تنجزها، وستعتبر من الآن مساعدي الأيمن. أنا طوع أوامرك أيها القائد. لا يوجد سوانا يعلم طريق الذهاب لأوكين، لهذا أريد منك أن ترافق أول جزء يذهب هناك وإخبار الملكة بكل شيء عرفته إلى الآن. ماذا عن البشري؟ سأتولى أنا أمره، ولكن قاطعه ملاذ، حاليا يجب حماية حياة الأوكانيين الذين هنا. وجه ملاذ نظره لباقي الرجال، تجهزوا للخروج، مغادرتنا من هنا ستكون قريبة، ولكن أولوياتنا هي خروج الأطفال والمرضى من هنا أولا. هتف الموجودين بفرح وهم ينظرون إلى بعضهم، المجد للقائد، المجد للقائد. وجه ملاذ نظره فخر لهم وقال بصوت جهوري، اليوم في منتصف الليل ستخرج أول مجموعة منا برفقة مساعدي الأيمن برقان. بعد ساعات قليلة كانت راشين تجلس في غرفتها تدور حول نفسها بقلق. توقفت فجأة عندما رأت أدريم والدها يدخل من الباب ويغلق خلفه بقلق. أدريم، أخي لم يأتي بعد، قالت والدته بانهيار، أتمنى أنه لم يتم القبض عليه. أدريم وهو يصطنع الراحة والابتسامة على ملامح وجهه، أنا واثق أنه بخير لا تقلقي، فأخي تموج قوي البنية وذكي جدا. في القصر بينما كانت مرجانة تتدرب في الحديقة وحدها، اقترب منها أحد ليباغت ردة فعلها السريعة بتوجيهها السيف نحوه وهو يقاق، ما زلت بطيئة قليلا. انزعجت مرجانة من حديثه وأنزلت سيفها وهي تقول، لا تفعل هذا مرة أخرى، من حسن حظك أنني لم أقتلك فورا تموج. قال تموج وهو ينظر نحو الشجرة الكبيرة أمامهم، أتذكرين أول لقاء لنا هنا؟ مرجانة بابتسامة شاردة، لقد كنا صغار وقتها. تموج، كان الجنود دائما يمسكون بك هنا. مرجانة، وما أذهلني أكثر وقتها أنك كنت تختفي كالبرق. تموج بثقة، وما زلت، لا أحد يستطيع إمساكي ولا حتى أمهر الجنود. ضحكت مرجانة بسخرية، هل نسيتني؟ تنهد تموج وأردف ممازحا، إذا كان الموت على يديك فأنا لا أمانع. مرجانة بغضب، أيها الأحمق، أنا لن أقتلك، لقد التحقت بالجيش فقط حتى أستطيع حمايتك إن أمسكوك. خفف تموج من غضبها حين ألبسها قلادة. مرجانة، ما هذه؟ تموج، لقد كنت أصنعها في الأسابيع الماضية قليلة لأهديها لك. أخذت مرجانة تتلمسها بدهشة حتى قاطعهم صوت إيلان وهي تنادي على مرجانة، وما أن التفتت مرجانة حتى لمحتها إيلان. إيلان، لقد بحثت عنك في كل مكان. مرجانة وهي تنظر للمكان الذي كان فيه تموج ثم اختفى كالبرق مرة واحدة. قاطعتها إيلان وهي تنظر حولها، هل كنت تتحدثين إلى أحد؟ لا، فقط أنهيت تدريب الآن، هل نذهب لتناول الطعام؟ إيلان بتذمر، هل يمكننا النزول إلى وسط المدينة لتناول الطعام؟ فأنا مللت أجواء القصر. قالت مرجانة بالطبع. في مكان آخر تحت الأرض كانوا يجمعون الأطفال والمرضى في عربة نقل البضائع ويخفونهم في صناديق قابلة للتهوية. ملاذ وهو يوجه حديثه لبرقان، أعطني شارتك الملكية فهي تشكل تهديدا على سلامتكم، واحمل هذا الختم إنه خاص بالتجار المعروفين، كنت سأستعمله للدخول والخروج بسلاسة، سيسهل عليك الخروج من هنا. قطعت نقاشهم راشين وهي تصرخ، أدريم ليس هنا. جاءها صوت تموج من بعيد، ماذا تعنين بأنه ليس هنا؟ توجهت نحوه وهي تتفقد بقلق ثم ضربته على كتفه، أيها الأحمق أين كنت أنت أيضا؟
أنا هنا الآن، ولكن ألم يكن إدريم معك أيضا؟ راشين، لم أرى منذ آخر نقاش لنا قبل عدة ساعات. ملاذ، أليس في العربة؟ راشين، تفقدت العربات، ولكن أصدقائه قالوا أنه ذهب للبحث عن أخيه. نظرت راشين لتاموج نظرة معاتبة. قطع ملاذ ذلك الصمت المقلق، سأذهب للبحث عنه. تاموج، دعني أذهب عنك يا سيدي، إنه خطأي اختفاء أخي. ملاذ لتاموج وهو ينظر لهيئته قوية، أنت أريدك أن تمد يد العون مع مساعدي الأيمن برقان، لن أخاطر بفقدان شخص آخر منكم. تاموج بتردد، ولكن لم ينتظر ملاذ ليسمع اعتراض تاموج وتوجه سريعا يمتطي فرسه متوجها لوسط المدينة. في ذات الوقت كانت إيلان ومرجانة تمضيان الوقت في الأسواق الكبيرة وتشاركان بعض في شتى أنواع الفعاليات، حتى لمحت ذات الطفل الأوكيني الذي رأته في الصباح وهمت تجري خلفه. مرجانة وهي تجري خلفها، إيلان توقفي، أين تذهبين؟ قالت إيلان، علي أن أمسك به الآن. لاحظها إدريم من بعيد وهي تقترب منه وهم بالجري هو الآخر والابتعاد عن مركز المدينة. ظلت إيلان تجري خلفه حتى وصلوا ثلاثتهم إلى مكان بعيد نسبيا عن تجمعات الشعب. مرجانة وهي تلهث، إيلان ماذا يحدث؟ قالت إيلان، شش، إنه هنا في مكان ما. مرجانة بتذمر، من هو؟ قالت إيلان، أوكيني. صعقت مرجانة ولم تتحدث. تمتم إدريم بإنزعاج وهو مختبئ خلفهم تماما، لن أستطيع الذهاب للمنزل وهي تتبعني. وما أن استدار حتى يراهما فوجئ بمرجانة أمامه. مرجانة، لقد وجدته يا إيلان. إيلان بغضب، ستأتي معنا حالا. لم يقل إدريم شيء واكتفى بالنظر لهما بحزن، حتى انتبه لقلادة مرجانة فصرخ قائلا مشيرا إليها، لماذا تملكينها؟